بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما خدنا نوع مهم جدا هو اسمه ابلكيشن بريفرنس في طريقه تغيير اللغه، هناخد دلوقتي ايتم بريفرنس. دي جميله جدا. انا عندي ايتم بريفرنس هو نفس الفكره، ولكن هعتمد ان انا هعمل ابلكيشن ايتم بنفس اسم البريفرنس ده واغيره بمزاجي، تمام؟ فبالتالي ده ابلكيشن ايتم اقدر اغيره، وانا بعمل لوجن واقدر اغيره جوه الابلكيشن. تعالوا نجرب. انا الايتم بتاعي ده هاخده كده كوبي، تمام، وخيرت الابلكيشن بريفرنس الايتم بريفرنس. نتاكد، معلش، تمام، ايتم بريفرنس، تمام. اروح للابلكيشن بتاعي، شيرد كومبوننت، ابلكيشن ايتم، واعمل ابلكيشن ايتم عندي كده اهو، واعمل له ان ريستريكتد عشان اقدر اغيره براحتي. خلاص انا بقى عندي ايتم بالشكل ده. بعد كده هروح بقى على الجزء بتاع صفحه اللوجن بتاعتي، والبروسيس دي مش عايزها بقى، اللي انا كنت عاملها، سوري، نعمل اديت على صفحة اللوجن. البروسيس اللي انا كنت عاملها للابلكيشن بريفرنس اهي، هخليها موجودة ولكن هعمل لها نيفر عشان ما تشتغلش، او هشيلها خالص عشان ما تلخبطوش. اعمل واحدة جديدة. كل اللي فيها ايه؟ انا بعمل الايتم ده كده بسوي له قيمه براحتي. فانا دلوقتي هسوي له ايه؟ ان يو اس، هبصي له اللغه انجلش. الايتم ده تمام، ابلكيشن ايتم بنفس اسم البريفرنس اللي احنا كنا عاملينه. تعالوا نجرب. طبعا قبل ما نعمل اي خطوه زي ما اتعلمنا، اروح للابلكيشن بتاعي واروح للجزء بتاع السد، اعمل سيت للابلكيشن عشان ياخد نسخه للابلكيشن الشادو، واعمل بابلش. تعالوا نجرب. بالك خلاص انا ما عادش دي فرقه معايا، انا مثبتها له دلوقتي ان يروح للانجلش، فحتى الايتم ده ما عادش فارق معايا خالص. انا عملت بروجكت كده ساين ان، راح للانجلش اهو. عايز اتاكد انها مش فارقه في حاجه، انا مختار الايتم ده، تمام. طيب هل ينفع اخليه بصير قيمه ايتم؟ اه ينفع، بنفس الفكره اللي احنا عملناها قبل كده. انا هاخد قيمه الايتم من هنا واروح البروس بتاعتي واقول له ان الايتم ده هياخد الايه، القيمه دي من الايتم. فدلوقتي انا هبصيله اللغه من الايتم بتاعي اللي انا اخترته. تعال تاني نعمل سيت كده، ونعمل بابلش، ونجرب. دلوقتي هنختار عربيك ونعمل لوج راع العربي، تمام. هنعمل تاني ونروح للانجليش، راح للانجليش. هتقول لي ايه الفرق ما بينها وما بين اللي فاتت؟ لا، هقول لك حاجه جميله قوي. تعال نعمل دلوقتي، هندخل على العربي، ماشي؟ تمام. في ناس كتيرة كانت بتسأل ان هو ازاي اغير اللغة والابليكيشن شغال من غير ما اطلع، تمام. تعال نروح لصفحة اللوجن اهي، او حتى في اي، في النافيجيشن بار او في اي حاجة، اعمل حاجة تقلب اللغة. انا ممكن اكتب كود يقلب اللغة. تعال دلوقتي هنا، انا دلوقتي داخل بالعربي، اعمل ايديت على الصفحة دي، وحتى تعال نروح ناخد الكود من صفحة اللوجن بالظبط. تمام، نروح لصفحة واحد ونعمل هنا، نعمل ريجون، ونعمل في الريجون ده بوتن، خليه مثلا ست لانك غير اللغة، تمام. واعمل هنا بروسس بتغير كده، وهنا اخليها بقى ايه، ان يو اس، مثال مثلا انا غيرتها على ايه، لانجلش. العاده تعالى نعمل سد، وببلش عشان اشوف البوتون ده في صفحه الايه، صفحه الهوم.
ساين اوت كده. انا دلوقتي هخش بالعربي يا جماعه في الابلكيشن عربي، عندي زرار اهو عامل سيت لانجوج، الابلكيشن قلب انجلش تمام، وانا جوه الايه السيشن ما طلعتش ولا خرجت ولا حاجه تمام. فدي بقى تقدر تعملها هنا في النافيجيشن، زرار يقلب ما بين عربي وانجليزي او يشوف اللغه ويجيب عكسها، دي سهله جدا تتعمل تمام. الفكره ان انا قدرت اغير السيشن او اغير الايتم جوه السيشن منين؟ لو انا بصيت ان عندي ابلكيشن ايتم فانا اتحكمت فيه، لو بصيت على الابلكيشن ايتم بتاعي دلوقتي خد القيمه الجديده اللي هي الانجليش، انا عملت ساين اوت تمام وعملت لوجن على العربي وبصيت على السيشن، الاقي الابلكيشن ايتم بتاعي دلوقتي واخد عربي تمام. فكل القصه ان انا غيرت القيمه بتاعته، والصفحه عملت سبميت طبعا عشان الابلكيشن ايتم قيمته تسمع، فبالتالي واخد القيمه الجديده. واضح كده يا جماعه؟ يبقى ده اللي هو بيسموه ايتم بريفرنس، ان انت بتغير اللغه عن طريق ايتم، والايتم بيتغير جوه الصفحه عادي جوه الابلكيشن عادي. فده تالت نقطة مهمة عندنا في جزئية الايه، ان الابليكيشن بياخد اللغة منين. خدنا ابليكيشن بريفرنس وخدنا ايتم بريفرنس، وهناخد دلوقتي السيشن تمام يا جماعة. السلام عليكم.